هم يقولون نكتفي بالقرآن وليس لنا حاجة إلى السنة، أي قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يقولون نكتفي بالقرآن، لو تسألهم عن الصلاة وهي أهم ركن بعد الشهادتين، والتي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، نسأل القرآنيون هؤلاء الذين يقولون يكتفون بالقرآن من أوله لآخره، يعطون فيه صلاة الظهر أربع أو العصر أربع أو المغرب ثلاث أو الفجر ركعتين، هل تجد في القرآن من أوله لآخره تفصيل هذه الصلوات؟ نحن الآن مسلمون ونصلي هذه الصلوات الخمس، هل نجد يعني في القرآن من أوله لآخره غير أقيموا الصلاة فقط، ولم يقل الصلاة الظهر أربع ولا صلاة المغرب ثلاث ولا الفجر ركعتين؟ من أين حصلناها ومن أين أخذناها؟ هذه الصلوات أخذت من السنة، ومتى؟ ليلة الإسراء والمعراج، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء، والإسراء كان من البيت الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم سار المعراج. وفي القصة أنه وجد موسى عليه السلام، وذلك بعد من عليا أو سأسري به أو على به جبريل إلى ربه سبحانه وتعالى، وفرض عليه هذه الصلوات الموجودة 50 صلاة. فلما نزل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام، وهذا يجب على المسلم أن يؤمن به لأنه خبر صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كيف. فلما سأله ماذا فرض عليك ربك، قال فرض علي 50 صلاة. يعني موسى قال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5، هذه 50 اللي فرضت جعلت 5. وأيضا موسى عليه السلام طلب من الرسول أن يعود، لماذا؟ لأنه يعرف طبيعة البشر، يعرف طبيعة بني إسرائيل، فطلب منه أن يعود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة: لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحييت من ربي من هذا التردد بل أرضى وأسلم، فتمت 5 هذه. ونادى مناد من السماء: خففت عن عبادي، وجعلت 50 في الأجر والثواب لمن أدها كما يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وجاءه جبريل في صبيحة ذلك اليوم، وصلى بهذه الصلوات 5 بهذه الكيفيات التي نصليها، بهذه الكيفيات وهذه الأعداد التي نصليها. واليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت بهذه الكيفيات التي نصليها الآن، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه الصلاة أخذت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تؤخذ من القرآن. فالقرآنيون الذين يقولون نكتفي بالقرآن ليس في هذه الصلوات 5، وإنما هذه الصلوات 5 بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات وبهذه الأوقات هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الله عز وجل أخبر عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها وحي، قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال في تفسير القرآن بالسنة: ونزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.